ملف مهم، ملف الاقتصاد بكل بقى تفريعاته او العناوين اللي داخله تحته، من الصناعه، من الزراعه، ازاي تنهض، ازاي تشتغل، ازاي تنتهز فرصه قبولك لتجمع بريكس وتكون جاهز وتشوف ايه نقاط قوتك وتعززها اكتر، ونقاط ضعفك او الحاجات اللي انت محتاج انك تشتغل عليها اكتر عشان تستفيد باكبر قدر ممكن. في مساله الزراعه انت عملت شغل هايل، استصلاح لاراضي، زودت رقعه زراعيه كبيره، عززت امنك الغذائي، زودت في صادراتك الزراعيه، وخطتك انك تزود منها اكتر كمان لدول التجمع او كمان تصدير بشكل عام وتوفر عمله صعبه وتقدر كمان ان يكون في زياده في دخلك. عن الجزئيه دي الزراعه وصادراتنا الزراعيه اللي سبق وقلت ان هي حققت طفره خلال الفتره اللي فاتت، ايه خطتنا خلال الوقت اللي جاي؟ لانه كمان بقى عندنا دلوقتي في مجلس الوزراء في وحده البريكس علشان تكون كل وزاره شغاله في ملفها وتقدر انها ترتب اوراقها. وزاره الزراعه بيشرفنا منها دكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشؤون الاقتصاديه بالوزاره. مساء الخير يا دكتور علي، برحب بحضرتك. مساء الخير يا فندم، شكرا لسيادتك. يا اهلا وسهلا دكتور علي، ادينا بقى فكره كده سريعه، وضعنا ايه بالنسبه للزراعه في الوقت الحالي، خطتنا ايه في الفتره اللي جايه، ازاي بنرتب اوراقنا؟ تمام، وطبعا في البدايه هنوضح يعني اهميه قطاع الزراعه. اتفضل. قطاع الزراعه طبعا بيساهم بحوالي 18% في الصادرات الكليه، لو جينا نتكلم على الصادرات يعني عشان الموضوع بتاعنا، بنستوعب حوالي 25% من المشتغلين في جمهوريه مصر العربيه. قطاع الزراعه بيساهم بحوالي 15% من الناتج المحلي الاجمالي، يعني سدس الناتج المحلي الاجمالي جاي من قطاع الزراعه. بنوفر المواد الخام اللازمه للصناعات المختلفه زي الغزل والنسيج والصناعات الغذائيه، ايضا بنستخدم المخرجات بتاع قطاع الصناعه زي الاسمده الكيماويه ومواد التعبئه ومواد التغليف، وبنشغل يعني قطاعات النقل والقطاعات المختلفه كلها. كويس. في يعني تكامل ما بين قطاع الزراعه وهذه القطاعات. تمام. صادراتك الزراعيه بعد اللي انا قلته من شويه، الشغل اللي انت عملته ازاي؟ تمام. ده انعكس في وجود سلع غذائيه او خضر وفاكهه وغيره في الاسواق، ووفره كمان بالنسبه للتصدير. تمام. هو طبعا عشان نطمن السادة المشاهدين هنتكلم عن الامن الغذائي. احنا يعني كجمهوريه مصر العربيه الحمد لله عندنا اكتفاء ذاتي من جميع انواع الخضروات والفاكهه، بل عندنا فائض بيتم تصديره الى الخارج بلغ حجم السنه اللي فاتت اكثر من حوالي 6.5 مليون طن، قيمتها حوالي 7.5 مليار دولار. فيعني ده بزياده عن سنين قبل كده. ايه النقله، ايه القفزه اللي حصلت لنا؟ احنا سنه كنا 2014 بنتكلم في حوالي 4.3 مليون طن، فاحنا زدنا حوالي اكتر من 2 مليون طن، يعني حوالي 50% زياده في الصادرات الزراعيه المصريه خلال الفتره الاخيره من 2014 حتى الان. اتفضل يا فندم. وده سيادتك نتيجه الجهود الكبيره اللي بتبذلها وزاره الزراعه والصحه الاراضي. احنا ماشيين على يعني ثلاث محاور رئيسيه لزياده القدره التنافسيه للصادرات الزراعيه في الاسواق الخارجيه. الاتجاه الاولاني ان احنا نفتح اسواق جديده امام الصادرات الزراعيه المصريه، وفعلا احنا من 2014 حتى الان فتحنا حوالي اكثر من 80 سوق جديد امام الصادرات الزراعيه المصريه في مختلف دول العالم، ومن اهمها السوق الياباني، ورغم يعني تشدده والاجراءات الكبيره خدتها من على لساني. غير فعلا قصه كويس. هسالك عن المواصفات. تمام. قعدنا فتره للاسف كان بيرجع لنا شحنات يقول لك غير مطابقه للمواصفات. تمام. عملنا ايه في ده؟ احنا سيادتك في الوقت الفتره الاخيره يعني مهتمين ان احنا نرفع جوده يعني نزود الانتاج من ناحيه، ونرفع جوده المنتجات من ناحيه اخرى، من خلال ان احنا بنعرف الساده المزارعين بالممارسات الزراعيه الجيده اللي من شانها ترفع جوده المنتجات الزراعيه، سواء في عمليات الخدمه المختلفه او في عمليه استخدام المبيدات، وامتى نتوقف عن استخدام هذه المبيدات قبل ميعاد الحصاد بوقت مناسب وحاجات زي كده. فاحنا متابعين هذا الموضوع بشكل جيد، وبنحاول ان احنا نعمل تكويد للمزارع اللي بتصدر المنتجات الزراعيه للخارج، ونتتبع المنتج من بدايه زراعته حتى تصديره الى الخارج. بتقول لي فتحنا اسواق جديده 80 سوق تقريبا، صح؟ طبعا. تمام. كان دايما في نقطة مهمة في موضوع التصدير، انك ما تصدرش خام.
تمام. وحتى بالنسبة للحاصلات الزراعية عمل لها قيمة مضافة في مسألة التصنيع. مظبوط. اشتغلنا ازاي في ده؟ ما زي ما سيادتك قلت احنا كنا دلوقتي بنتكلم ان احنا رفعنا جودة المنتج، فتحنا اسواق جديدة. وزي ما سيادتك قلت رفعنا جودة المنتجات الزراعية. التوجه بقى المهم في الفترة القادمة ان شاء الله ان احنا بنحاول نتوسع في الصادرات الزراعية، نحافظ على الصادرات الزراعية الطازجة ونتوسع في الصادرات الزراعية المصنعة. نتيجة يعني ان احنا نزود قيمة مضافة ونعظم قيمة الصادرات المصرية إلى الخارج، وإن احنا يعني نتماشى بقى مع الذوق المحلي والذوق العالمي. أنت سيادتك عارفة يعني إن دلوقتي المرأة العاملة سواء في الخارج أو في داخل جمهورية مصر العربية وفي طلب متزايد على المنتجات الزراعية المصنعة اللي هي الخضر المجمدة، الفراولة المجمدة، هذه الأشياء، بحيث المرأة العاملة تيجي من العمل بتاعها تفتح التلاجة تحط الحاجة على طول، لسه فيش وقت بقى تقعد يعني الحاجات اللي احنا عارفينها دي كلها. فاحنا مواكبين الاسواق. خليني بعد الفاصل اتكلم في الجزئيه دي، الحاجات المصنعه وتعاملنا كمان ازاي والتنسيق مع الصناعه، المجمعات الصناعيه، توفير فرص عمل، واستعدادنا كمان لمساله تجمع البريكس بعد تمام. الفاصل نتكلم عنها مع دكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشؤون الاقتصاديه بوزاره الزراعه. وزارة الزراعة، الحاصلات الزراعية اللي زادت صادراتنا منها خلال الفترة اللي فاتت يعني أكتر من 50% الزيادة اللي اتحققت الحمد لله، إزاي نعززها أكتر، نفتح أسواق جديدة زي ما قلنا قبل الفاصل. اشتغلنا كمان على مسألة الصناعات الزراعية، إنك يبقى في قيمة مضافة للحاجة اللي أنت بتصدرها. ده اللي وقفنا عنده مع دكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة، اللي بجدد طبعا تحياتي ليه مرة تانية. دكتور علي، مسألة التصنيع الزراعي تمام، وضح لنا بقى ده بنشتغل عليه ازاي، وعلاقة برضو كل حد بتكلم فيه ده بتجمع البريكس. حضرتك قلت لي وتفضلت ان احنا فتحنا اسواق جديدة. مظبوط. هل احنا ركزنا برضو على دول البريكس اثناء الشغل في الاتجاه ده؟ تمام. هو طبعا سيادتك فيما يتعلق بالتصنيع الزراعي احنا في يعني تنسيق كبير جدا ما بين قطاع الزراعه وقطاع الصناعه، والمشروعات القوميه الكبرى في الوقت الحالي هي مشروعات اصلاح الاراضي زي مشروع مليون ونص فدان وتوشكا الخيل وشرق العوينات ومشروع مستقبل مصر، دي كلها مشروعات زراعيه صناعيه متكامله. فانا يعني بطبق فيها جميع الممارسات بحيث اطلع المنتج من يعني ازرع المنتج ده من بدايته لحد ما اوصله للتصدير او للسوق المحلي في شكل مصنع واصنعه في المكان بتاعه. اذا مثلا شفنا في افتتاح توشكا وشرق العوينات شفنا فخامه الرئيس افتتح يعني تصنيع البطاطس، وفي شرق العوينات في تصنيع للمنتجات المختلفه، وفي مستقبل مصر ايضا، بحيث ان احنا نصنع المنتج مكانه ونخفض تكلفه النقل ونخفض الفاقد اللي كان بيحصل اثناء النقل والعمليات المختلفه، واصدره ويعني واصنعه واوجهه للسوق سواء السوق العالمي او السوق المحلي في شكل ايه يتناسب مع الذوق المطلوب. زي ما سيادتك قلت بقى يعني تجمع البريكس احنا طبعا شغالين عليه من فتره كبيره، واحنا يعني زي ما قلت سيادتك بنفتح يعني هدفنا ان احنا نتوسع في الاسواق الخارجيه سواء التجمعات المختلفه، البريكس، الدول الافريقيه، الدول الاوروبيه، الدول العربية، التكتلات المختلفة احنا شغالين عليها بشكل كبير. والبريكس بصفة خاصة من ضمن 80 سوق اللي احنا فتحناهم في الفترة الأخيرة ديت، منهم سوق الصين فتحناه للموالح والعنب، وأيضا البرازيل، جنوب أفريقيا فتحناه للمانجو والعنب، وروسيا طبعا مش عاوزة كلام احنا يعني شغالين معاها من زمان وصادرتنا لها كبيرة. في ايه بنبعت ايه؟ روسيا بنبعت لها يعني روسيا بنبعت لها سلع كتيره جدا، موالح وبطاطس وبصل ورمان وعنب وفراوله طازجه وفراوله مجمده وفاصوليا خضراء. فاحنا روسيا فعلا بتربطنا بها علاقه كبيره من زمان، ويعني في تبادل تجاري كبير ما بيننا. انت عندك التجمع ده قوه بشريه او تعداد بشري كبير طبعا. جدا طبعا. فانت بتصدر اوريدي دلوقتي، حضرتك بتقول لي انا بصدر، لكن هل اقدر ان انا ازود الصادرات دي اكتر؟ يعني خطتنا ان انا ازود ده خلال الفتره اللي جايه، اقدر اعمل ده؟ يعني
بشتغل على ايه او ايه اللي ناقص عشان اقدر اعمل ده؟ هو سيادتك طبعا احنا حاطين خطه لمضاعفه الصادرات خلال الفتره القادمه ان شاء الله تعالى باذن الله. دي متوقفه؟ يعني الرئيس قال ان في ملايين من الافدنه هداخله ويبقى الانتاج الزراعي بتاعها في سنه. مظبوط تمام. صح؟ سيادتك المشروع الانتاج بقى اللي هيطلع ان شاء الله من المشروعات القوميه الكبرى ديت في جزء هيوجه منه للمحاصيل الاستراتيجيه عشان نسد الفجوه فيها. في جزء هيخصص للمحاصيل التصديريه اللي عاليه القيمه بحيث ان احنا برضه والسوق الزراعيه ايضا يعني هتوسع فيها في المحاصيل اللي هي التصديريه بحيث ان انا يعني هدفنا نوصل لرقم كام؟ كصادرات يعني احنا في الوقت الحالي يعني وصلنا حوالي 6.5 مليون طن اهوت ان شاء الله كده يعني ممكن نوصل على 2025 كده مثلا 8 مليون طن وممكن نوصل 10 مليون طن حتى 2030 ان شاء الله تعالى باذن الله نتيجه وفره الانتاج الزراعي الموجود ونتيجه الاسواق الكتيره اللي احنا فاتحينها والتكتلات الكتيره اللي احنا شغالين عليها فده هدف ان شاء الله تعالى باذن الله. زي ما قلت لسيادتك احنا هدفنا بشكل رئيسي ان ننوع الصادرات الزراعيه بتاعتنا ما اعتمدش على الصادرات الطازجه لا نتوسع في الصادرات المصنعه وايضا نتوسع في المحاصيل الجديده زي نباتات الزينه وزهور القطف اللي ديت يعني عليها طلب عالمي في الاسواق الخارجيه وعاليه القيمه ايضا بحيث ازاوي ارفع القيمه زيت الزيتون التمر الحاجات دي كلها كمان. بالظبط صح زي ما سيادتك قلتي. طبعا تجمع بريكس هيفيد مصر بشكل كبير نتيجه ان يعني بنك التنميه الجديد ده يعني هيوفر المقصود ليه حوالي 50 مليار دولار في الوقت الحالي فده هيوفر لجمهورية مصر العربية يعني تمويلات ميسرة ايضا هي يعني انضمام مصر لتكتل البريكس ان شاء الله في يناير 2024 ده ايضا هيعزز الفرص الاستثماريه هنا في مصر ويشجع على زياده الاستثمارات الاجنبيه في جمهوريه مصر العربيه في شتى المجالات وبصفه خاصه مجال الزراعه ان شاء الله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا شرفتنا نورتنا دكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشؤون الاقتصاديه بوزاره الزراعه. بشكرك يا فندم على شكرا يا فندم شكرا جزيلا.